سويا. طيب لو اتكلمنا شوية عن مكافحة الإرهاب وأهمية يعني الملفات المطروحة في هذا الاجتماع في نيويورك، خلينا نتكلم شوية على دور مصر في مكافحة الإرهاب. حضرتك قلت دلوقتي نقطة مهمة، أن مصر بتحارب الإرهاب لوحدها ونيابة أيضا عن العالم كله. طيب إذا اتكلمنا شوية عن الشأن الفلسطيني، الشأن اليمني، الشأن السوري، الليبي، هل يعني الكلام ده هيكون من وجهة نظرك مطروح في الاجتماع؟ يعني كيف سيطرح؟ يعني في تقديري انه الشأن الليبي لابد ان يكون مطروح. اليمن حاضره في اي اجتماع في الحقيقه، لانه اليمن احنا بنتكلم على اليمن، بنتكلم على مجرى ملاحي هام، بنتكلم على مربع للقرصنه، بنتكلم على بيئه طبيعيه وحاجات يعني اثريه بتهتم بها منظمات زي اليونسكو واليونيسيف وغيرها من المنظمات الدوليه، بنتكلم كمان على مربع محوري لو سقط في يد الإرهابيين في الحقيقة العالم كله هيبقى عنده مشكلة. بنتكلم على كوابل بحرية ماشية في البحر الأحمر، كوابل الإنترنت، بنتكلم على في الحقيقة مرور وعبور لحركة التجارة العالمية بالزبط. نتكلم على مخاطر كثيرة جدا، لكن الأخطر في الحقيقة هي فكرة أن يتمركز الإرهاب. ويمكن إحنا كمصر عانينا كثيرا من الإرهابيون الذين تلقوا تدريبا وقت أن كانت القاعدة نشطة في اليمن. في اليمن فاليمن دايما في الحقيقة دايما مطروحة على الأجندة وبقوة، خاصة أن هناك قوة لا تريد للحرب في اليمن أن تنتهي بالزبط. لأنه مش من مصلحتها أن تستقر الأوضاع في اليمن، مش من مصلحتها أنه فريق يكسب فريق، أو خلينا أقول الفريق الصالح يكسب الفريق السيء. ولذلك هنلاقي أنه في دعم للقوى اليمنية المارقة، في دعم للإعلام اليمني المارق إن جاز التعبير، في يعني خلينا نقول تغاضي عن حقوق الشعب اليمني في أن يحيا حياة كريمة. الملف بتاع الشام طبعا يعني يبرز وبقوة، لأنه أحد المربعات المهمة بالنسبة لناس كتيرة جدا، لأنه مرتبط بإيران، مرتبط بتركيا، مرتبط بكل القلاق التي يمكن أن تكون في هذه المنطقة. ضربة اقتصادية برضو صحيح. ليبيا يمكن احنا لاعبين دور كبير جدا في ان تكون الامور هادئة. مستقرة بشكل كبير جدا يعني، لكن انا في تقديري انه العالم 2019 سيضع حلا للوضع في ليبيا، ومصر هتبقى لاعب رئيسي في هذه القصة، سواء من خلال تحركها الفردي او من خلال رئاستها للاتحاد الافريقي. فلسطين يا فندم، فلسطين مربع يعني الشأن الفلسطيني، واحنا عارفين ان يعني الحقيقة مصر ليها دور كبير جدا. احنا اسبوعيا بنتكلم عن الشأن الفلسطيني وما يحدث من ضغوط سواء على المستوى المجتمعي او على المستوى السياسي. وخلينا نقول ان يمكن امبارح واحنا بنتكلم في الموضوع قلنا ان الضغط المجتمعي على المجتمع الفلسطيني في اي مجال، سواء في التعليم او الصحة وما يتعلق دلوقتي التجمهر في غزة بموضوع الأونروا وغيره، هو ليه أجندة أكيد سياسية للضغط. الموضوع مش موضوع أن هم بيقطعوا عنهم يعني التمويل المادي فقط، هو الموضوع قطع تمويل مادي للقضاء على أو محاولات القضاء على الهوية الفلسطينية. حضرتك شايف دور مصر، هل ستناقش هذه القضية هذه الأيام في نيويورك؟ في تقديري انه ده يعني لو حدث اللقاء المرتقب ما بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس ترامب، في تقديري ان ده هيبقى على راس اولويات النقاش. لكن عايز اقول بس في قصه فلسطين ان مصر هي الصمام الامان للقضيه حتى هذه اللحظه. حققنا على الارض تفاهمات مريحه جدا، لكن احنا دايما في الحقيقه بندفع الثمن. يعني لازم نقول ده، ان مصر دائما بتتحمل العبء الاكبر، ومهما فعلت لا يرضى بما تفعله احد. يعني احنا دايما بنتهاجم، يعني منذ عهد الرئيس السادات وحتى هذه اللحظه التحركات الكبيره اللي عملها الرئيس عبد الفتاح السيسي هتلاقي مجموعه بتهاجم، لكن في النهايه لن تحل القضيه الفلسطينيه الا اذا توحد الفلسطينيون، وهي دي الازمه الكبيره، الا اذا لجأ المارقون الى مربع العقل وتضامنوا معا. لكن فكره ان يكون هناك كلامين في فلسطين في دوله واحده ده لن تحدث. لن تكون هناك دوله الا اذا كان هناك راي واحد في فلسطين، والا اذا كان هناك فصيل واحد، والفصيل الفلسطيني الذي يراعي في المطلق مصلحه الشعب الفلسطيني. لكن مصر عازمه على حل الامور بشكل كبير جدا. في تقديري انه 2019
يعني في تفاهمات كتيرة جدا هتحصل في هذا الملف بالدعم المصري. يمكن شفنا يعني صقور المخابرات المصرية، الجنرال عباس كامل ومجموعته العاملة على الملف. في الحقيقة بنحقق خطوات يمكن ما يعلن عنها هو أقل مما حدث على أرض الواقع، لكن خلينا نقول إنه مصر يعني لعبت دورا في تهدئة الأمور، في خلينا نقول ضمانة أن يحيا الفلسطينيون بشكل آمن حتى هذه اللحظة. لكن حتى فيما يتعلق بقصة الأونروا هنلاقي الموقف المصري واضح وصريح في كل ما يخص الشعب الفلسطيني بالزبط. ومحاولة أن يعيش حياة كريمة بالظبط. هو ده يمكن كمان اللي احنا قلناه امبارح بالتفاصيل فيه، خصوصا في موضوع 13 ألف موظف في منظمة الأونروا اللي بيتظاهروا احتجاجا على يعني ما يمارس ضد الشعب الفلسطيني من قطع تمويل، خاصة في موضوع الصحة والتعليم. عشان انتهي برضو من موضوع نيويورك وزيارة نيويورك الهامة أستاذ عبد الجواد، ماذا عن قضايا القارة الإفريقية بالكامل؟